في لبعض الحوادث الطريفة والغريبة اللي وقعت في 2023. كنتمنى ان هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم والاشتراك والبارطاج باش يوصل الفيديو لعدد كبير من الناس. ولا عجبكم بحال هذا المحتوى ما تنسوناش من الاراء ديالكم في التعاليق، وشكرا مجددا على الدعم ديالكم. نبداو على بركة الله اول فيديو معنا في هذه السلسلة. الفيديو الثاني اللي معنا شخص غادي بواحد الصورة بيكالا او الدراجة كما نقول، كان في حفظ الله من واحد السيارة كان جاية بسرعة كبيرة. شوي باش حفظ الله هذا الموقف جاء تل وسط الطرق اللي كيدير فيها الطريق. ذلك باقي حي، ربي طول بيك العمر. هذه عن السنة اللي كانت طول بيك العمر صارت تبيت فيها تراجع تخليها. السيد مسكين ما لقيش يدير البنك. بريسات نيت هذا بنك شوي كل واحد كان من وراه وحالفته ينتاق منه داريه مدير طنابي ديالو. هاد الكاميو حرفتي عصر هاد الطنوبيل هادي نزل فوقها سلامها أخضر أخضر أحسن انت ديال الكارف بلاصة واش فيها الغاز ولا بلاصة حارة الفرزة سليم.
كنتمنى يكون نال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من الاراء ديالكم في التعليق، ما تنساوناش من البارطاج ديال الفيديو باش يوصل لعدد ممكن من الناس. وشكرا، شكرا جزيلا على الدعم ديالكم، شكرا، بفضلكم مستمرين. وما تنساوناش كيما قاعده الاشتراك، الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.